وفى ولم يبد، وما بسمع كل راو يتصل، اسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل كنا على وقت الاتى مثل انا والله ابدا كفتى، سبحانه تشفي كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما، عزيز مرو اثنين او ثلاثه، مشهور مرو فوق ما ثلاثه، معلعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال، والمعظم الساقط منه اثنان، وما اتى مدلسا نوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عن من فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف، ما يخالف ثقة فيه الملا، الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قلب إسناد لمتن القسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع قصر على رواية. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، ما روى كل قليل عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، مختلف متفق الخط ضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فحش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. نقرأ العقيدة، من حفظ العقيدة؟ موجود أحد حفظ؟ خمسة أبيات أسبوع كامل. طيب نقرأها مع بعض، كل يوم كل مرة إن شاء الله قبل الدرس نقرأ هكذا جماعي، لأن بالتكرار يحفظ الإنسان. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي، وإنما العالم طرا حادث، والله موجود قديم وارث، وقائم بنفسه وذو غنى، مخالف لخلقه له الثناء، وواحد في ذاته وفي الصفة، ليس كمثل الله شيء فاعرفه، كلام قدرة سمع بصر، إرادة علم حياة جل خبر، وكونه حيا مريدا قادرا، ومتكلما سميعا مبصرا، وعالما جل عن التمثيل. فتحتم عليها؟ ها؟ موجودة؟ طيب مع بعض. وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل، واللون والطعم وجسم أو عرب، وما على الله أمور تفترض، وكل ما جاء بلفظ يوهم، أوله أو قل فيه ربي أعلم، والقدر اعلم خيره وشره، بأمره وحلوه ومره، ما شاءه كان وإلا لم يكن، إذا قضى أمرا يقول كن يكن، ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزما، وشرطها من ذنبه أن يقلع من فوره، والعزم ألا يرجع، ورد ظلم ممكن والنادم، وباجتناب الإثم يمحى اللامم، يتب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره، لا بالعذاب للمسيء يقطع، والكفر والتخليد عنه يمنع، وذو ابتداع واعتزال فسق، من غير تكفير سوانا في اللقاء، أو قال بالكلي ربي علم، من دون جزئياته أو جسما، رسول يموت بالأجل، والروح يبقى دائما مدى الأزل، عندنا للعبد كسب يخلق، ثم شهيد الحرب حي يرزق، وكل أفعال العباد تكتب، للعد لا عن علم ربي تعزب، والرزق حقا ما به ينتفع، حلال أو مكروه أو ممتنع. خلص نبقى نعيد حتى نشرح إلى هذا البيت، وبعدها إن شاء الله نكمل. الشيخ حسن موجود؟ نبدأ. طيب
نبدأ في الحديث إن شاء الله. 40 نووية، نبدأ في الحديث 40 نووية إن شاء الله. من سيقرأ؟ أنتم تقريبا قريب 40، وهذا 40 حديث، فنريد كل واحد يقرأ حديث، ترتبوا بينكم. أيوة، كل واحد ضروري يقرأ حديث حتى يعني الفائدة والبركة تعم. بسم الله. الحديث الثاني، مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى المرسلين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم أعلى شيخنا أعلى أعلى، وبعلوم ما في صوت. قال المصنف رحمه الله تعالى في قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر أيضا قال: بينما نحن رضي جلوس، الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينهما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شرير، إذ طلع علينا رجل، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. أماراتها قال: أمارات فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد هي أمارات، أمارات جمع أمارة، أمارة يعني علامة، وأمارات أي علامات. أي علامة؟ نعم، فأخبرني عن أماراتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها رب، ربتها نعم. وأن ترى الحفاة العراة عالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت:
الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم الدين. رواه دينا مسلم. رحمه الله تعالى. نعم، هذا الحديث يبين لنا مراتب الدين. تمام. فالدين هو كل، والإسلام والإيمان والإحسان هو جزء، أي هؤلاء الثلاثة أجزاء من الدين. فلذا نجد علماء الشريعة بعضهم يكون تخصص في الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الفقه، طيب، والإيمان هو الأمور العقدية، الاعتقاد، العقيدة، والإحسان هو مراتب الإيمان. إذا أنت طبقت الفقه وطبقت الإيمان، فكم يصبح عندك درجة من الإيمان؟ فهذا يسمى الإحسان. فالآن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا الحديث غريب. ما معنى غريب؟ في البيقونية قال: وقل غريب ما رواه راو فقط. الغريب الذي يرويه الصحابي رضي الله تعالى عنه، أو إن كان للصحابي فرواه من بعده كالتابعي مثلا، راوي واحد، فهذا يسمى غريب. فالغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فليس كل غريب ضعيف. فنجد بعض الذي يظن نفسه هو من أهل العلم، فلما تقول له أو تروي له حديث غريب فهو ينكر عليك. وماذا يقول؟ هذا حديث غريب يا شيخ. طيب غريب، أنت عرف لي الحديث الغريب. فهو يظن أن الغريب ضعيف. لا، ممكن نجد حديث غريب رواه واحد صحيح، بالمقابل نجد حديث مشهور، بالمقابل نجد حديث مشهور، الحديث المشهور ما رواه أكثر من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى 10 تقريبا. فنجد هذا الحديث ولو أنه مشهور لكنه ضعيف. كل الطرق التي جاء منها هي طرق ماذا؟ طرق ضعيفة. إذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا، أو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا جلوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل وبين له صفتان، وهي شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، وكذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أربع أمور كانت في هذا الشخص. فأول شيء قال: شديد بياض الثياب. هذا الصفتين، شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. المسافر، الإنسان لما يسافر، فإذا كان لابس ثوبا أبيضا فيأتي عليه الوسخ فيتسخ، لكن إذا كان مقيما ويلبس الثوب الأبيض فهو يعني يتسخ، ولكن بعد مدة طويلة. فهذا الإنسان سيدنا عمر يقول: نحن أول مرة نراه، لا يعرفه منا أحد. وكذلك لا يرى عليه أثر السفر، مع أنه شديد بياض الثياب، والشعر كذلك شديد سواد الشعر. الإنسان الذي عنده الشعر الأسود شديد السواد، فإذا كان في السفر فقد يأتي عليه الغبار، خاصة في الزمن القديم. الزمن القديم كانوا يسافرون على أجلكم الله الخيل والبغال والحمير والإبل، فهذه كانت سياراتهم وباصاتهم. فلذا في الطريق تأتي الغبرة الشديدة، فيتسخ الشعر وينقلب اللون الأسود إلى اللون الأصفر، كمثل الغبار وكمثل التراب. فلذا استغرب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من هذا الشخص، فبين هذه الأوصاف. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف طريقة الجلوس؟ فقال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه. أسند ركبتيه إلى ركبتيه ممكن أن تكون في حالتين: حالة أن تكون كمثل في التشهد، تجلس أمام بعض حتى الكل يرى. نعم، ممكن أن تكون هكذا، انظر كيف، أنت اجعل ظهرك هنا، أيوة، حتى الذي هناك يرى. نعم، وأنت اجلس أمامه هكذا، هذه الركبة هذه. طيب، فهو قال: أسند ركبتيه إلى ركبيه، جعلها أمامه. أو الحالة الأخرى، أيوة، لا لا لا، ليس، ممكن هكذا. نعم، ممكن هكذا، وممكن لا، ترفع واحدة، أيوة، نعم، ارفع هذه، ارفع واحدة هكذا هكذا هكذا، أيوة،
ممكن هكذا، نعم. أيوه، ولكن الأصح هي الأولى التي هي الجلسة الجبرائيلية، اسمها الجلسة الجبرائيلية. أنزل أنزل، نعم، هذه الأصح، نعم. طيب، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهو كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كمال الأدب. يا حسن، لو تسأل الصوت جيد أم كيف؟ جيد؟ طيب. فسيدنا جبريل عليه السلام هو كان يريد أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم طريقة الأدب، أن الإنسان إذا جاء عند المعلم وأراد أن يتعلم منه فكيف يجلس؟ فماذا قال؟ ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الآن السائل دائما، الإنسان لما يسأل خاصة إذا كان في هذه المواصفات، فهو يسأل لأنه لا يعرف، ولكن هذا سيدنا جبريل يسأل ويقول صدقت، فكأنه يعرف، فلذا قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. المفروض فقط يسأل لا يصدق. طيب، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الآن نذكر هنا شيء، نحن في العقيدة تكلمنا، قلنا بداية العقيدة هي تختص بثلاثة أمور: الإلهيات والنبوات والسمعيات. فالإلهيات والنبوات نتكلم فيها عن الواجب والمستحيل والجائز. فالآن هنا لما كذلك قال: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله بكل ما يجب عن الله سبحانه وتعالى أو على الله، طيب، وتؤمن كذلك بكل ما يستحيل عن الله سبحانه وتعالى. من الواجب كالقدرة، 20 صفة التي ذكرناها سنكتبها مرة أخرى، السمع وهو قدرة، إرادة، سمع، بصر، إرادة، علم، حياة، جل، خبر، وكونه حيا مريدا قادرا متكلما سميعا مبصرا. طيب، هذه وكذلك الصفة النفسية هي الوجود، فهذه 20 صفة. وماذا يستحيل عن الله سبحانه وتعالى؟ يستحيل ضد هذه الصفات. وكذلك يستحيل الله سبحانه وتعالى اللون والطعم والتعطيل والتمثيل، هذه سنذكرها إن شاء الله في العقيدة. والملائكة كذلك، الملائكة ماذا يجب في حق الملائكة وماذا يستحيل وماذا يجوز، ولكن العقيدة لا تبحث كثير عن الملائكة بل شيء بسيط. والكتب كذلك، والرسل، ما هي الكتب التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على الأنبياء وعلى من أنزلها ومن هم الأنبياء وهكذا، ورسله، الرسل الذي الله سبحانه وتعالى بعثهم إلى الخلق، من هم الرسل وكم عددهم وماذا يجب بالإيمان عنهم إجمالا وتفصيلا، فهذا كله يتخصص في العقيدة. واليوم الآخر، اليوم الآخر ما هو بعد عالم البرزخ؟ الإنسان يمر في كم مرحلة؟ يمر في 4 مراحل. أول مرحلة، أو 5 مراحل تقريبا، المرحلة الأولى في ظهر أبيه، طيب، قبل أن يكون التزاوج. المرحلة الثانية بعد أن يكون التزاوج، فتبدأ النطفة فيكون مقره بطن أمه، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي بطن الأرض أو ظهر الأرض في الدنيا بعد أن يولد، فهذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة أين؟ في بطن الأرض وهو القبر، طيب، وكل ما يحدث في القبر من بعد أن يموت ويدفن إلى أن تقوم الساعة، فهذا عالم البرزخ. ثم المرحلة الخامسة بعد الحشر والصراط وهذه الأمور، فالمقر، المقر إما جنة، إن شاء الله نكون من أهل الجنة والفردوس الأعلى، وإما والعياذ بالله من أهل النار. أيوة، فهذه كم مرحلة يمر فيها الإنسان؟ 5 مراحل، نعم. فهذا قال: واليوم الآخر. لماذا طيب لم يذكر هذه الـ4 مراحل، ذكر فقط اليوم الآخر؟ اليوم الآخر لأن هذه المراحل الإنسان
يراها ويحسها، أمر حسي. يعرف الإنسان الإنسان لما يكون في ظهر أبيه ثم يكون في بطن أمه، المتابعة موجودة والحس كذلك موجود. أما اليوم الآخر فهذا أمر غيبي، الإنسان ما وصل إليه، فلذا ذكر اليوم الآخر. قال: وأن تؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر في هناك خلاف بين القضاء والقدر، بين طبعا المتخصصون من الجماعات المتكلمين. فعندنا أهل السنة والجماعة الأشاعر والماتريدية هناك خلاف بينهم، خلاف لفظي. فالأشاعر يقولون القضاء هو الذي قدره الله سبحانه وتعالى في الماضي في عالم الأرواح، والقدر هو الذي يجري عليك وفي الحال. فهمت كيف؟ والماتريدية يقولون عكسه. ماذا يقول الماتريدية؟ يقولون القدر هو الذي ماذا؟ هو الذي في عالم الأرواح قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، والقضاء هو الذي الآن يجري عليك الحال. أي نعم. طيب، فماذا قال بعده؟ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. هذا الجزء الثالث من أمور الدين. في الإحسان قال في الحاشية: الإحسان هو استحضار القرب من الله سبحانه وتعالى في العبادة، وأنه بين يديه سبحانه كأنه يراه، وكذلك النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. المرحلة الأولى في التعامل مع الإيمانيات والتعامل في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا قال؟ استحضار القلب من الله تعالى في العبادة. أول شيء لابد عليك في العبادة أن تستحضر القلب. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى القلب الغافل، والغفلة إما أن تكون بدون أن تذكر وتتقرب إلى العبادة، أنت غافل في لهو دائما في الأسواق، ودائما في اللعب واللهو والأمور التي يعني في الشهوات، فهذه غفلة، وهذه غفلة عظيمة. والغفلة التي أقل منها أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تكون في عبادة ولكن بدون توجه، فهذه كذلك ماذا؟ من الغفلة. فأنت ممكن تذكر الله سبحانه وتعالى، تكون ممكن تذكر الله 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون هناك استحضار القلب، فهذه كذلك ماذا؟ هذه غفلة. فهذا أنت كمثل الذي يقرأ القرآن ولا يتمعن فيه، فهو أخذ أجر قراءة الحروف. كما قلنا عن الإمام الشافعي كان يختم ختمتين، ختمة لقراءة الحروف حتى يأخذ أجر كل حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والختمة الثانية هي للتمعن. فكذلك الذكر والعبادة كلها إذا أنت ذكرت الله سبحانه وتعالى بدون حضور القلب فأنت تحصل على الأجر، فقط أجر الفضيلة التي جاءت عن قراءة هذا الذكر مثلا، ولكن أنت ما تأثرت، حالك يبقى كما هو. ولكن إذا كان الذكر والصلاة والنوافل والصوم النافلة وهذه الأمور كلها إذا كانت باستحضار القلب فأنت ستجد الثمرة، وهذه ستكون سبب لرفع درجاتك وزيادة حضور قلب ومعرفة لله سبحانه وتعالى. ثم المرحلة الثانية ماذا قال؟ وأنه بين يديه سبحانه وتعالى كأنه يراه، وكذلك النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها. أيوة، الآن أنت بعد ما عبدت الله سبحانه وتعالى وباستحضار القلب الكامل واستحضرت أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت كذلك؟ نصحت للعبادة، نصحت المسلمون بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على هذه الطريقة. ثم ماذا؟ وبذل الجهد في تحسينها. ما جلست على هذه الحالة، لا، بل كنت كل يوم ماذا؟ تزيد حسنا في العبادة. فقالوا العلماء، قال يعني المؤمن أو الكيس الفطن العاقل، قال الذي يومه كل يوم يزيد حسنا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا بقيت على حال واحد فأنت في خسران،
فكيف إذا كنت تتراجع؟ فهذا في خسران عظيم. فلذا على المؤمن أن يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فأخبرني عن الساعة. ماذا قال عن الساعة؟ قال أخبرني عن الوقت الذي تجيء فيه القيامة وتحين. أخبرني عن الساعة أي أخبرني عن وقت قيام الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الآن هنا عندنا سائل وعندنا مسؤول. من هو السائل؟ سيدنا جبريل عليه السلام. من هو المسؤول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا جبريل ما المسؤول عنها؟ المسؤول هو أنا، ويتكلم عن نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها، ما نافي هنا، يعني المسؤول هو لا يعرف أو هو ليس أعلم من السائل، وهو سيدنا جبريل عليه السلام. طبعا في هذا الأمر، وإلا في أمور كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم من سيدنا جبريل، طبعا بعلم الله، ليس علم مستقل كما بعض الناس أو بعض الفرق هم يعترضون على من يعني يبين فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنتم تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون أنه عنده علم وعلم الغيب وهكذا. نقول كله هذا بعلم الله، إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد فما أعطى، ولكن هذا كله الله سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. كمثل ما نجد بشر، نجد واحد هو صاحب قوة وواحد ضعيف، فنقول هذا قوي، فيأتي واحد يقول كيف تقول قوي؟ الله القوي. طيب هذا الله أعطاه القوة فصار قوي، فهمتم كيف؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم إنسان على الإطلاق، فهذا العلم جاء من علم الله سبحانه وتعالى. طيب، فماذا قال سيدنا جبريل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال طيب إذا أنت لا تعرف وقت الساعة فإذا أخبرني عن علامات الساعة. الآن علامات الساعة، مثلا عندنا علامات لنزول المطر. من علامات نزول المطر البرد، خاصة عندنا في الأردن يكون البرد، يكون الهواء، تأتي الغيوم، هذه ماذا؟ علامات لقدوم المطر. فعلامات الساعة إذا جاءت هذه العلامات فالساعة ستكون قريبة. فقال أول علامة، قال أن تلد. طبعا علامات الساعة كثيرة، ليس فقط هذه المذكورة في الكتاب، ولكن هذه علامات يعني قد توجد بكثرة، ويعني إذا وجدت هذه فالعلامات الأخرى ليست ضروري أن تكون موجودة، ولكن هذه ستكون بالتأكيد لأن أكد عنها أو عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن تلد الأمة ربتها. تعرفون الأمة؟ الأمة كالخادمة، ولكن ليس كمثلي في زماننا الخادمة، لا، هذه الأمة في الزمان الماضي النساء هي كانت ماذا؟ تباع في الأسواق، وكذلك الرجال، الغلام وكان يباع في الأسواق، وبعض المرات بسبب الحرب هم يقتلون الرجال فيبقى ماذا؟ يبقى الصبيان والنساء، فهؤلاء يبيعونها في الأسواق. طيب أيوة، فهذه الأمة، طبعا هذا ممكن الزمن يرجع إذا رجع الجهاد، إذا كان الجهاد فهذا الحكم سيكون موجود. أما في زماننا في بعض المناطق، مثلا عندنا في الأردن، في الأردن موجود، هم يأتون بخادمات، خادمات من سريلانكا، خادمات من فلبين مثلا. فكيف نظام هذه؟ يأتي يذهب الرجل مثلا الذي يريد الخادمة، يأتي عند الحكومة، هناك موجود شركة خاصة، ويقدم الطلب ويقول أنا أريد مثلا فلبينية، أنا أريد هكذا حتى تكون في الخدمة. فهناك العقد، تعرفون العقد؟ يعني هي تبقى عندك لمدة سنتين، فأنت توقع، فأنت تعطيهم مبلغ لأنهم هم سيأتوا بها لك. فهذا أيوة، ثم أنت الآن أعطيتهم مبلغ، ثم هي جاءت الآن لما تأتي عندك كل شهر كذلك أنت ماذا؟ تعطيها راتبها. فالآن المال الذي أنت دفعته في البداية هذا مال أجرة للشركة لأنها أتت بها، ولكن أجرة هذه الخادمة هي كل شهر أنت تعطيها المبلغ المناسب.
فبعض الناس يظن أن هذه الخادمة هي الأمة، فهمتم كيف؟ فهذا مفهوم خاطئ، وبعض البلاد ممكن يكون قريب من هذا، ليس كمثلي عندنا بل قريب منه، فهذا كله لا يحل لك أن تتعامل معها كمثل الأمة. فالأمة هي تستطيع أن تعاشرها كمثل الزوجة، تستطيع أن تعاشرها كمثل أنها زوجتك، ولكن ما يحدث في هذا الزمان فهذا الحكم لا يجري عليها. طيب هذه العلامة الأولى. أيوة الآن عرفنا الأمة. قال أن تلد الأمة ربتها. الآن عندنا شيء مفهوم أو معنى هذا الكلام معنيان. المعنى الأول الآن مسألة فقهية لابد أن نعرفها. الآن عندنا أمة والمسؤول عنها هو سيدها. طيب الآن الحكم الشرعي، هذه الأمة لما يأتي الولد من سيدها فهذا الولد هو ابنها، ولكن لا يكون غلام كمثل أمه، بل هو يكون كمثل أبيه سيد، فهمتم كيف؟ فهذه أمه أصبحت ماذا؟ أصبحت أمة عنده، فهمتم كيف؟ أيوة. أو المعنى الآخر أن كمثل الأمة تخاف من سيدها، من سيدها، كذلك الغلام ماذا؟ كذلك تصبح تخاف من ولدها. أن تلد الأمة ربتها كما أنها تخاف من السيد تصبح تخاف من من؟ من ابنها. والعلامة الثانية قال أن ترى الحفاة. الحفاة جمع حافي، وحافي معناه الذي ليس في رجله النعل، أو ما عنده مال حتى يشتري النعل، فهذا معنى الحفاة. والعراة جمع ماذا؟ جمع عاري، وعاري معناه الذي ليس عنده ما يلبس، نعم عاري. والعالة الفقير الذي لا يجد ماذا؟ ما يأكل. فالآن هذا شخص، أيوة. وكذلك صفة أخرى رابعة قال رعاء الشاء، كذلك رعاء جمع راعي، تعرفون الراعي؟ الراعي الذي يرعى مع الغنم، والشاء جمع شاه. فقال تجد إنسان حافي ليس معه ما يلبس، وعاري ليس معه ما يلبس، حافي ليس معه ما يلبس النعل، وعاري ليس معه ما يلبس الثياب، وعاله فقير ليس معه ما يأكل، وكذلك رعاء الشاء كذلك هو ماذا؟ يرعى مع الغنم، كل هذا الفقر. طيب بعد فترة ماذا يصبح؟ قال يتطاولون في البنيان، إنسان كان من أفقر البشر ولكن يتطاولون في البنيان، أصبح يتسابق في بناء ماذا؟ في بناء البنيان العمارة. فقيل والله أعلم، ولكن هذا الكلام يعني لا يخرج عن الدرس، فقيل أن الذين عمروا الأبراج في الإمارات، تعرفون الأبراج؟ العمارات الطويلة، الذين عمروها هم كانت فيهم هذه الصفات، هم كانوا فقراء يرعون مع الغنم ولا يجدون ما يأكلون، ولكن فيما بعد ماذا صار؟ لما خرج البترول، وجدوا البترول في بلادهم، أصبح عندهم المال الكثير، فماذا صاروا؟ يتطاولون في البنيان. يتطاولون ما معناه؟ أي كل واحد يريد أن يطول البرج أو العمارة، نعم. طيب ثم ماذا قال؟ ثم انطلق فلبثت مليا. ثم انطلق، الضمير يرجع إلى من؟ إلى جبريل، إلى خرج علينا ذات يوم رجل اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام. فيقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال ثم انطلق أي سيدنا جبريل فلبثت أنا عمر مليا. ثم قال من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، نسأل الله تعالى ينفعنا ما سمعنا. الدرس القادم ترتب بينكم حتى واحد آخر يقرأ إن شاء الله. طيب بما أن بدأنا في الحديث نقرأ المصطلح كذلك، بعدين نبدأ في العقيدة، ما رأيكم؟ نعم. نحكم ماذا؟ وحي؟
نعم، نستطيع، لأن هذا وحي مرئي رأوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وباقي الوحي ما رأوه. كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حالات كثيرة للوحي، فأكثرها كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه هكذا، فيصبح العرق ينزل منه وتشتد حالته، فهذه تكون ما فهذه فترة نزول الوحي. فهذا وحي مرئي رأوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهمتم كيف؟ نعم. لا، الوحي السنة كذلك وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أنزل المعنى واللفظ وهو القرآن، طيب، وأنزل فقط المعنى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. الآن الوحي ثلاثة أقسام، قسم منه لفظ ومعنى، قسم من الوحي لفظ ومعنى وهو نعم، ثم هذا ينقسم إلى قسمين، قسم نؤجر على قراءته وهو القرآن، وقسم لا نؤجر على قراءته وهو الحديث القدسي، نعم. ثم القسم الآخر فقط المعنى وهو السنة النبوية الحديث. ففي المعنى قد يكون لفظا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا، فهذا كله ماذا؟ هذا كله وحي، نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا لأنه عرف أن هذا شريعة من الله سبحانه وتعالى، ولم يقل إلا لأنه، ولم يقر إلا أنه عرف أن هذا جاءه الوحي فأقر بذلك. نشرح شيء من البيقونية. شرحنا بالمرة الماضية شروط الصحيح، صحيح؟ يلا شيخ فارس، مستعد ولا تعبان؟ جيت من اربد، ها؟ لا، هو يكتب فقط. تكتب لنا، اللهم صل على سيدنا محمد، الحديث، تكتب فوق الحديث ثم فرعين، متواتر وآحاد، نعم. أيوة، تكتب هناك المتواتر، أنزل خط هكذا، نعم، أيوة، وهنا الآحاد. أيوة، والآحاد تأتي هكذا ثلاثة، نعم، ضعيف وحسن وصحيح، أيوة، طيب، تكتب هناك شروط الصحيح تحت المتواتر، جزاك الله خير. اتصال السند، أول اتصال السند، ثقة الراوي، تكتب بين قوسين العدل والضبط، خلي اثنين، نعم، ثقة الراوي بين قوسين، فوق، أو تحته، يلا تحته، طيب. العدل والضبط، وتكتب كذلك الثلاثة، شرط ثلاثة، قال من العلة والشذوذ، نعم، إيش كتبت؟ إيش هذه؟
خالي فقط، خا خالي ألف لام يا، نعم خالي من العلة والشذوذ. حط علة تا تا، لا خلي أيوة تا مربوطة، نعم تا أيوة يا طيب، خليه يكون أنت. طيب من فهم هذا التقسيم؟ مفهوم هذا؟ لما نقول حديث فالحديث ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. الحديث إما يكون متواتر وإما ماذا؟ وإما آحاد. الحديث المتواتر قلنا لا نبحث فيه، لماذا لا نبحث فيه؟ لأنه ليس ضروري يكون فيه الشروط هذه، لأن العدد، ولكن هو له شروط المتواتر. قال يرويه جمع كيف؟ أنا أريد اللفظ، يعني مفهوم في كل زمان يرووه جمع، ويكون كل واحد منهم الرواية تكون حسية، يعني كل واحد يكون رأى أستاذه وسمع منه، واجتماعهم على الكذب يكون مستحيل، يعني يستحيل أن يجتمعوا ماذا؟ يتفقوا على الكذب. فهذه شروط المتواتر لا نبحث في هذا، لأنه نبحث في ماذا؟ في الآحاد. أيوة الآحاد كذلك من ناحية الطريق الرواية، كذلك ثلاثة أقسام الآحاد، إما أن يكون مشهور أو يكون عزيز أو يكون ماذا؟ أو يكون غريب. قلنا الغريب الذي يرويه ماذا؟ راوي واحد، والعزيز الذي يرويه راويان، والمشهور الذي يرويه فما فوق اثنين، يعني ثلاثة أربعة فما فوق. فبعض أئمة الحديث هم قالوا المشهور من ثلاثة إلى عشرة، أقل من ثلاثة عزيز، وأقل من اثنين غريب، طيب أكثر من عشرة ماذا؟ متواتر، يبدأ التواتر. وبعضهم قال لا، التواتر ليس له حد، يعني التواتر المشهور كذلك ليس له حد من ثلاثة فما فوق، والمتواتر ليس له حد، ممكن يكون بالآلاف، ممكن بالمئات وهكذا. ولكن أظن ابن كثير أظن هو الذي قال حد التواتر يبدأ من عشرة، المشهور الذي رووه حتى عشرة، بعد عشرة إذا رووه أكثر فهو يكون ماذا؟ يكون متواتر. نعم طيب، الآن هذا من ناحية الطرق. طيب من ناحية الصحة والقبول، القبول والرد، إيش معنى القبول والرد؟ يعني هذا الحديث جاءنا، طيب هذا الحديث إما أن يكون رواه واحد أو اثنين أو أكثر، طيب هل نقبله؟ فهمت كيف؟ هذا السؤال، هل نقبله من حيث القبول والرد؟ ماذا نقول؟ نقول له ثلاثة أقسام. نقبله، لماذا نقبله؟ لأن فيه خمسة شروط فنقول عنه هو صحيح. فهمتم كيف؟ طيب نقبله ولكن بسبب أو بمعاون، تعرفون المعاون؟ النصرة، يعني شيء يعاونه ينصره، فماذا نقول عنه؟ حسن. طيب لا نقبله، لماذا لا نقبله؟ لأن ليس فيه ماذا؟ ليس عنده معاون، وليس فيه شروط الصحيح، فنقول عنه ماذا؟ ضعيف. فهمتم كيف؟ طيب نأتي إلى شروط الصحيح. قلنا اتصال السند، ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند آخر راوي روى لنا الحديث، فنقول له من شيخك؟ يقول شيخي فلان. من شيخه؟ شيخي فلان. كل واحد يكون سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ اتصال السند. طيب عكس اتصال السند ماذا؟ انقطاع السند. إيش معنى انقطاع السند؟ يعني في السند نحن قلنا هي سلسلة الرواة، هذا اسمه السند. ففي السلسلة يكون واحد ليس موجود، يعني مثلا عندنا خالد عمر بكر، عن خالد عن عمر عن بكر، فيأتي خالد وماذا يقول؟
عن بكر، لا يذكر عمرو، فهو ماذا؟ أسقط. الآن عندنا صيغ، صيغة. ما معنى صيغة؟ يعني كلمة تحمل. فهذه الصيغة إما أن تكون تدل على أنه روى من هذا الشيخ وفقط روى من هذا الشيخ، وإما أن تكون تدل على أنه ممكن روى من هذا الشيخ وممكن ما روى منه. مثلا عندنا حدثني أخبرني أو حدثنا أخبرنا، هذه صيغة تحتمل فقط أن يكون روى الراوي فقط عن شيخه. يعني نقول عمر بكر، اكتب هنا عمر بكر خالد مثلا، عمر بكر خالد، طيب ماشي. عمر ماذا يقول؟ حدثني بكر، حدثني خالد. هذا معناه أن الصيغة مجرد ما سمعنا حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا، فهذا معناه أنه سمع من هذا. إذا المحدث مثلا الذي جاء بعده إذا نظر ووجد أن عمر قال حدثني ولكن هو لم يلتقي مع هذا، فمباشرة يقول هذا كذاب. لماذا؟ لأنه استخدم صيغة حدثني، حدثني تدل على أنه سمع. عندنا صيغة أخرى هي تدل على أنه ممكن سمع من بكر وممكن سمع من خالد. ما هي الصيغة؟ قال عن، هذه الصيغة ماذا؟ لما يقول مثلا عمر يقول قال بكر قال خالد، فما معنى هذا؟ معناه أنه ما سمع من بكر، سمع من واحد آخر مثلا، فهمت كيف؟ أو لما يقول مثلا بكر يقول عمر يقول قال خالد، فقال خالد ممكن أنه سمع من خالد وممكن ما سمع من خالد، فهمتم كيف؟ فإذا قال خالد أو قال عن خالد فهذا ما فيه مشكلة، لأنه أصلا هو ما جاء بصيغة تدل على أنه سمع منه نفسه، فهمتم كيف؟ طيب الآن في البيقونية كم بيّن لنا شرط الصحيح؟ بيّن لنا 5 شروط. فقلنا أول شيء اتصال السند، هذا الذي شرحناه. الشرط الثاني، في الشرط الثاني شرطان، وهم يقولون ثقة الراوي. طب إيش معنى ثقة الراوي؟ لابد أن يكون ضابط وعادل. إيش معنى ضابط؟ من يذكر؟ في الدرس الماضي قلنا ضابط متمكن في الحفظ، لا يكون ينسى. طيب لو نسى مرتين أو 3 فهم يقولون هذا ليس ضابط، يتركونه وهذا ليس ثقة. طيب اللهم صل محمد. الشرط الثاني العدل. ما معنى عدل؟ من يعرف؟ تذكروا، هذه آخر واحدة، قبلها لا يرتكب الكبيرة. نعم، لا يرتكب الكبيرة، تعرفون الكبيرة؟ نعم، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. ماشي، من إصرار الصغيرة كأن مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، ماذا من الصغائر؟ لا، هذا خارق العادة. من الصغائر حلق اللحية، طبعا عند الشوافع مكروه، عند الأحناف مثلا، عند الأحناف أظن أو المالكية حلقها بالكلية كامل، فهذا من الصغير. مثلا الذين يحرمون الأغاني، العلماء على قسمين، قسم هو يحرم الأغاني بسبب ماذا؟ نحن كلهم متفقون على أن الأغاني تصبح حرام بسبب إما الكلام وإما الموسيقى. طيب، فالكلام هذا الكل متفق عليه، الكلام الفاحش الذي في الأغاني فتصبح الأغنية ماذا؟ حرام. طيب الكلام الذي ليس فيه فحش، كلام عادي طبيعي، هنا الاختلاف. فبعضهم الأكثر يحرم الأغنية التي فيها ماذا؟ الموسيقى، والأقل لا يحرم. ثم كلهم أكثرهم
يجيزون الدف. فهمتم كيف؟ الدف هم يقولون هذا ليس بالموسيقى، وفي أدلة كثيرة، والأقل قليل جدا، نسبة قليلة. كذلك الدف يقولون هو من آلات الموسيقى، فهو كذلك حرام. فالآن مثلا الذي يقول الأغاني حرام، فهذا حرام ماذا؟ من الصغائر. إذا استمر عليه فماذا تصبح؟ تصبح كبيرة. نعم، وهكذا الصغائر. طيب، فهذا العدل إذا كان يرتكب كبيرة، أو ارتكب كبيرة، ارتكب كبيرة، أو مصر على صغيرة، صغيرة ولكن دائما يفعلها، أو ماذا؟ خارق العادة، خرق العادة، فهذا ماذا؟ فهذا لا نأخذ منه. نعم، أيوة، اللهم صل محمد. الشرط الثالث الذي فيه كذلك شرطان، يكون خالي من العلة والشذوذ. ما هي العلة أو الشذوذ؟ أول الشذوذ، الشذوذ أن يخالف الثقة، ماذا؟ ثقة يخالف ثقة، أو ثقة يخالف أوثق منه. نعم، ثقة يخالف أوثق منه، ثقتان يخالف أحدهما الآخر. فهذا بعض مرات يكون فيه عدد، مثلا عندنا 10 تلاميذ، العشر تلاميذ 9 ثقة وواحد أوثق، نأخذ بمن؟ بالأوثق، ونقول التسعة هم خالفوا ماذا؟ خالفوا الأوثق. وإما أن يكونوا كلهم ثقة، 10 ثقة، ولكن العدد، هنا يأتي العدد، فتسعة يقولون شيء وهذا يقول شيء آخر، ولكن هو ثقة مثلهم، فلا نأخذ منه، نقول هو خالف التسعة العدد. فهمت كيف؟ هذا الفرق. والعلة ما هي العلة؟ العلة لا يستطيع أحد، ما في صوت. أيوة، العلة خلاص ما بديك. العلة لا يستطيع أحد، يعني يستطيع أن يخرجها بسهولة أو يفهمها بسهولة إلا المتخصص الذي يحفظ الحديث، يحفظه جيد، وعنده الخبرة الكافية في التصحيح والتضعيف، فهذا يستطيع أن يعرف العلة. لماذا؟ لأن العلة هي خفية جدا. فالعلة ممكن تكون حركة، وممكن تكون نقطة، مثلا بدل خاء تكون حاء. فهمتم كيف؟ فهذه العلة هي صعبة جدا، أصعب شرط، فلا يستطيع أي واحد يعرفها إلا المتخصص في هذاك الفن. طيب، ماذا قال في البيقونية بعد الصحيح؟ هذه شروط الصحيح، بدأ بالحسنة، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الآن عندنا مرتبة أقل من الصحيح، وهي في الأصل ضعيف، هي في الأصل ماذا؟ ضعيف. هات هات، خلي هذا عندي الميكروفون. أيوة، هي في الأصل الحسن هو أصله ماذا؟ أصله ضعيف. طيب، ولكن هو صار في مرتبة بين الصحيح والضعيف. لماذا؟ لأن جاء عندنا حديث مثلا. طيب، جاء عندنا حديث، هذا الحديث فقدنا شرط من شروط الصحيح. وما هو الشرط؟ الشرط الذي فقدناه لابد أن يكون في العلة، أو ممكن في اتصال السند. إذا كان في اتصال السند، إذا كان منقطع، فهذا الحديث ماذا يصبح؟ يصبح حديث شديد الضعف. طيب، هناك عندنا كذلك في الضعيف شديد الضعف وشديد وخفيف الضعف. شديد الضعف هذا لو جاء حديث آخر، نحن عندنا الضعيف، ما حكم الضعيف؟ حكم الضعيف تستطيع تأخذه للفضيلة. طيب، حديث ضعيف، أنت تريد تبين فضيلة عمل مثلا، فضيلة قراءة القرآن، فضيلة الذكر مثلا، فلو كان الحديث ضعيف تستطيع ماذا؟ تأخذه. طيب، في المسائل الفقهية تستطيع أن تأخذه؟ إذا كان لوحده لا، لكن إذا كان معه حديث آخر، هنا نقف. ماذا نقول؟ إذا كان خفيف الضعف فننظر حديث آخر،
كمثلي كتبت لكم، كتبت لكم بالمرة الماضية مثلا هنا كذلك، ماذا هنا عمر، هذه عمر هكذا تكتب، وبكر هكذا، وخالد. طيب، فالآن هذا الراوي الأول، الثاني، الثالث. فقلنا لو رأينا وجدنا حديث مثلا يقول عمر عن بكر عن خالد، فعندنا بكر هذا فيه مشكلة مثلا. طيب، فإذا كانت، إذا كانت المشكلة تصنف من خفيف الضعف فننظر إلى رواية أخرى، هذه رواية وهذه رواية. فالرواية الأخرى لو وجدنا في بكر الذي هذا نفسه، لو وجدناه فيه صفات، كيف؟ لو الراوي الثاني هذا ما وجدنا فيه الصفات، هذا في، لا ليس هكذا المثال أصلا، ليس هكذا. نقول مثلا هنا عندنا عبد، طيب، وهنا محمد، وهنا عيسى. نريد نعتبر ثلاثة روايات. طيب، الآن نحن جينا إلى هذه الرواية، هذا الحديث، هذا الحديث الأول، فوجدنا فيه بكر، هذا فيه مشكلة. طيب، بكر الراوي الثاني، بحثنا وجدنا رواية أخرى، الراوي الثاني ما وجدناه بكر، من وجدناه؟ محمد. هذا محمد ممتاز، ثقة. فماذا نقول؟ نقول هذا، هذا الحديث هو ضعيف بنفسه، هو كان ضعيف، ولكن لما وجدنا هذه الرواية، وهذه الرواية صحيحة، فماذا قلنا عن هذه؟ قلنا عنها حسنة. حسنة ماذا؟ بغيره. لماذا؟ لأنه صار قويا وصار صحيحا بسبب الرواية الأخرى. فهمتم كيف؟ الآن هذا بكر أو هذا الحديث إذا اعتبرناه شديد الضعف، شديد الضعف، فحتى لو جاء عندنا هذا الحديث في الفقه، في المسائل، لا نأخذه لأنه شديد الضعف. في الفضائل ما في مشكلة، لو كان لوحده ما في مشكلة، ولكن إذا كان خفيف الضعف، مشكلة بكر إذا كان بسبب ضعف خفيف، فمثلا خالف الثقة، فنأخذه ونستخدمه، نستدل به لماذا؟ للفقه والمسائل الفقهية. فهمتم كيف؟ هذا الفرق بين خفيف الضعف وشديد الضعف. تستطيع تعيد الكلام ماذا؟ يلا عيده. شديد أول شيء، الضعيف، الضعيف هو متى نأخذ منه، متى نستدل فيه؟ نستدل فيه للفضائل، لو كان خفيف الضعف أو شديد الضعف. طيب، للمسائل إذا كان ماذا؟ إذا كان فقط خفيف الضعف، شديد الضعف لا نأخذ فيه في المسائل، لو كان هناك روايات كثيرة. طيب، اللهم صل على محمد. فهذا ماذا قال؟ والحسن المعروف طرقا وغدت. كيف، ايش معنى طرق؟ طرق جمع طريق. ما معنى الطريق هنا؟ السند. فالحسن المعروف طرقا، هذا كم له طريق؟ ثلاثة طريق، ثلاث روايات. فهذا معنى الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. حتى الرجال، يعني الرواه الذين رووا، حتى الرواه ثقتهم أقل من الصحيح. فهمتم كيف؟ أيوة، هو أصلا صار ضعيف ثم انتقل إلى الحسن لأن الراوي ثقته ليست كالصحيح وشروط الصحيح، لو كان كمثل الصحيح ويكون صحيح، ولكن لأنه أقل من الصحيح فماذا قلنا عنه؟ قلنا عنه أنه حسن. رجال لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. الآن هذا الذي قسمه، ثم في تقسيمة أخرى، تقسيمة رباعية يقولون لها، ما هي؟ صحيح لذاته
وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. ما هو الصحيح لذاته؟ صحيح لذاته هو لا يحتاج لحديث آخر، هو بنفسه حديث صحيح. طب صحيح لغيره هو الحسن، الحسن هو صار اللهم صل على سيدنا محمد بسبب حديث آخر صار صحيح أو صار حسن. والحسن لغيره هو هذا الحديث، نحن قلنا هذا ضعيف صح، هذا قلنا عنه صحيح، هذا قوى هذا، فهذا ماذا نقول عنه؟ حسن لذاته، وهذا حسن لغيره، بسبب هذا أصبح. طيب، وكل ما عن رتب الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. باقي الأقسام التي موجودة في البيقونية هذه كلها ماذا؟ كلها ضعيفة، فهمت كيف؟ ويجري عليها الحكم الذي قلناه، إذا كان خفيف الضعف وجاء حديث آخر صحيح فماذا نقول عنه؟ نأخذ نستدل به للمسألة الفقهية. طيب، ولكن إذا كان شديد الضعف فلا نأخذه أصلا. وثم كذلك موجود قسم هو أخطر من الضعيف، ما هو؟ المتروك، موضوع للسباب. المتروك كيف يتعامل مع المتروك؟ حتى لو كان في الفضيلة يقولون خلص هذا نتركه لا نأخذ فيه، أنا أقول الله أعلم ممكن. طيب بعد المتروك ماذا؟ الموضوع، الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع كم له اسم؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع كم له اسم؟ أربعة أسماء: كذب ومختلق ومصنوع على النبي وماذا؟ وموضوع. فهذا الحديث الذي هو من أكبر المصائب، هذا الذي ماذا؟ هذا الذي يرويه فهو يكون كذاب ودجال ومفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الصفات الشينة ممكن تكون فيه. طيب، يكفي المصطلح البيقونية. الآن نفتح على تيسير مصطلح الحديث. عندكم المصطلح؟ طيب، أغلق هذا. فتحتم على المصطلح؟ نبدأ. تعريفات أولية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. تعريف أولية: العلم المصطلح، العلم بأصول والقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث قبول والرد. طيب، الآن هو علم بأصول، تقرأ هذا بعدين نشرح. نعم، أكمل. اثنين: موضوعه السند والمتن من حيث قبول والرد. الثلاث: ثمرته، تمييز الصحيح من السقيم، تمييز الصحيح. بسم الله. الثلاثة: ثمرته، تمييز الصحيح من التقسيم من الأحاديث. أربعة: تمييز الصحيح من السقيم، تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. نعم. أربعة: الأربعة: الحديث لغة جديد الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. اصطلاحا: ما أضيف إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو صفة. خمسة: الخبر،
لغة النبأ وجمع الخبر، الباء اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي هو مرادف للحديث أي إن معناها واحد اصطلاحا. اثنين مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ثلاث عام منه أي أن الحديث ما جاء عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو من أو عن غيره. ستة الآثار لغة يبقى شيء اصطلاحا بقية الشيء. بقية الشيء، الباء اصطلاحا فيه قولان هما، الأول ومرادف للحديث أي أن معناها واحد اصطلاحا. اثنين غير له وهو ما أضيف إليه الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. بس طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. السند كما قلنا هو سلسلة الرواة، طيب مثلا خالد عن عمر عن بكر عن هكذا، مالك عن نافع عن ابن عمر. والمتن الذي هو الكلام بذاته، فهذا ممكن إذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقول عنه السند والمتن، ولو رواه الصحابي رضي الله تعالى يعني إذا كان القول قول الصحابي كذلك نقول عنه السند والمتن. فهذا في كل الكلام نستطيع أن نستخدم هذا المصطلح. أيوة، فقال من حيث القبول والرد، هل نقبل هذا الحديث بالشروط الموجودة؟ وإذا ليست موجودة هذه الشروط فنرده. طيب، موضوع علم المصطلح أو موضوع علم الحديث، قال موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. إيش معنى موضوعه؟ يعني في ماذا يتكلم هذا العلم؟ في ماذا يتكلم؟ يتكلم في السند والمتن من حيث القبول والرد. هذا السند فيه الراوي الفلاني، الراوي الفلاني كيف الصفات، كيف صفاته، هل صفاته هي مناسبة ونستطيع أن نأخذ منه أم ليست مناسبة. والمتن، هذا المتن هل هو يعني فيه نقص كلام أو فيه زيادة كلام أو كلمة، بعض مرات حرف فيغير المعنى. فهذا موضوع يعني محل البحث مصطلح الحديث. طيب ثمرته، نحن نقرأ علم الحديث ماذا نستفيد منه، ما هي الثمرة؟ نحن أنتم تقرؤون في جامعة موتى، ما هي ثمرة القراءة في جامعة موتى؟ العلم، تصبحوا علماء وتأخذون الشهادة، فهذه الثمرة، ونذهب نصلي حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا، فهذه الثمرة. فماذا ثمرة علم الحديث؟ قال تمييز الصحيح من السقيم. لماذا قال سقيم؟ ولا في الأصل السقيم هو يستخدم للمريض، فكما أن المريض إذا الإنسان إذا كان ما كان فيه المرض فماذا نقول عنه؟ هذا الإنسان هو صحيح يعني سليم. طب إذا كان فيه مرض ماذا نقول؟ هو سقيم. ما معنى؟ يعني ضعيف. فكذلك مصطلح الحديث، إذا كان الحديث فيه الشروط الصحيحة فنقول عن الحديث هذا حديث صحيح. طيب إذا ما كان فيه الأشياء التي تؤهله للقوة ويصبح صحيح فنقول عنه ماذا؟ سقيم. طيب الآن يقول، طبعا هذا كله عبارة عن المصطلحات، يتكلم لما يأتي معنا المصطلح الفلاني ما معناه، كمثل في الفقه لما يأتي عندنا مثلا الراجح المرجوح عند الشيخان، هذه كلها مصطلحات، من هم الشيخان وما معنى المرجوح، ما معنى الراجح، ما معنى الصحيح، ما معنى الأصح، فهذه كلها مصطلحات. حتى الإنسان لما يقرأ ويأتي ويقول وجاء في الحديث، ما معنى الحديث؟ وفي السند علة، ما معنى السند؟ أنت تكون عارف. وفي المتن خفاء، ما معنى المتن؟ فالآن يقول الحديث، ما معنى الحديث؟ قال الحديث هو في اللغة جديد،
الحديث معناه الجديد. أيوه. ويقول يجمع على أحاديث على خلاف القياس، إيش معنى؟ هسه حديث ما جمع حديث، نحن نقول أحاديث، طب هي في الأصل ماذا؟ هي في الأصل حديثون، نعم، كمثل قتيل قتيلون. طيب أيوه. أو اللهم صل على محمد. طيب، ففي الأصل لابد أن نقول حديث فيكون جمعه حديثون. طب لماذا نقول أحاديث؟ قال خلاف القياس، فالقياس هو حديثون، ولكن خلاف القياس ماذا؟ أحاديث. طيب، ثم في الاصطلاح، في الاصطلاح أي أهل الحديث، عند أهل الحديث لما يقولون في الحديث جاء كذا وكذا، فماذا يريدون بقولهم هذا وفي الحديث جاء كذا وكذا؟ هم يريدون أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب، فالقول معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول كنت نهيتكم مثلا عن زيارة القبور ألا فزوروها، أحفوا اللحى أو حفوا الشوارب، هذه كلها ماذا؟ أقوال. طيب، والفعل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي السنة قبل الظهر، صلى ركعتين في البيت، صلى ركعتين الضحى، فهذه كلها ماذا؟ أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها الصحابة. طيب، أو تقرير، تقرير ماذا؟ فعل أحد الصحابة، فعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. والإقرار يكون له عدة طرق، ممكن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ ليس دائما، بعض المرات، يدل على أنه أيده في هذا، وممكن يقره بماذا؟ بالكلام، يقول له مثلا كمثل الصحابي الذي رفعوا من الركوع فماذا قال؟ سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك إلى آخره، فشكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال هذا لما رفعنا من الركوع؟ فيعني في البداية استحى ثم قال أنا، وخاف، خاف أن ينزل الوحي، فأيده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت أظن 70 من الملائكة يتبادرون هذه الكلمة. فهذا إقرار أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالرد بالقول، رد عليه بالقول، أو صفة، أو صفة كمثل الأخلاق، الصبر، الحلم، هذه كلها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الصحابي مثلا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، هذه صفة. أو يأتي ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رؤوفا، هذه كلها صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما يأتي الخبر، يأتي مثلا المحدث ويقول وجاء في الخبر، ما معنى الخبر؟ قال الخبر في اللغة النبأ وجمعه أخبار. في المصطلح، في المصطلح له ثلاثة أقوال، الثلاثة أقوال، قال الأول، القول الأول معنى الخبر الحديث، يعني إذا قلنا خبر كأننا نقول ماذا؟ حديث. فإذا قلنا حديث كأننا قلنا خبر. طيب، المعنى الآخر، المعنى الآخر عكسه، مغاير له، يعني ماذا؟ يعني عكسه تماما. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فعلى هذا المعنى، المعنى الثاني، إذا قال إنسان وجاء في الخبر كذا وكذا، ما معنى كلامه؟ أيوة، أي جاء عن الصحابة، جاء عن التابعين، لأنه أراد بالخبر المعنى الذي هو عكس الحديث. طيب، المعنى الثالث، قال أعم منه، أي في الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. فعلى هذا المعنى لو إنسان قال وفي الحديث جاء كذا وكذا، فماذا نفهم منه؟ أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا قال وفي الخبر كذا وكذا، فماذا ماذا نفهم منه؟ عن النبي أو عن غيره، نعم، إما أن يكون عن النبي أو عن صحابي أو عن تابعي. ف
طيب قرأت الأثر؟ نعم. طيب والأثر لما واحد إنسان لما إنسان يأتي ويقول لك وجاء في الأثر، الأثر قال لغة بقية الشيء. إيش يعني بقية الشيء؟ يعني هي في الأصل لما الإنسان يمشي على تراب أو على ثلج فيبقى شيء مكان المشية، فهذا ماذا يسمى؟ الأثر. وكذلك على القصعة أو القصعة لما تأكل في الإناء فبعد أن تنتهي يبقى شيء في الطعام، فهذا كذلك يسمى ماذا؟ أثر، أثر الطعام. هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح له قولان. القول الأول وهو مرادف للحديث أن معناهما واحد اصطلاحا. والحديث ما معنى؟ الحديث له ثلاثة معاني، لا له معنى واحد وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فإذا قلنا وجاء في الأثر على المعنى الأول ما معناه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في المعنى الثاني مغاير له أي عكسه تماما، ما أضيف إلى النبي صلى الله، ما أضيف إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من أقوال أو أفعال. فهمتم كيف؟ يكفي؟ ها؟ تفضل. الآن لا، ترجع أنت كمثل المعتمد في الفقه، أنت كيف تعرف أن هذا معتمد؟ ترجع إلى آخر العلماء والأئمة الذين جاؤوا فتنظر ماذا هم قرروا. فالآن ترجع إلى مثلا كمثل ماذا قال في كمثل نخبة الفكر، هذا من آخر الكتب في علم المصطلح، فتنظر مثلا المحرر المفيد وتنظر الألفية وتنظر كذلك نزهة النظر، هذه كلها ماذا؟ الكتب المعتمدة أو المعتمدة، فتنظر فيها هم ماذا قصدوا في الحديث وماذا قصدوا؟ أنا لا أعرف، الذي يريد يعرف يرجع إلى هذه الكتب المعتمدة فينظر هم ماذا اعتمدوا، هذه طريقة البحث. فهمتم كيف؟ إذا تريد تعرف المعتمد. طيب اللهم صل على محمد. أنا أظن يكفي إلى الإسناد إن شاء الله، لأن العقيدة سنتأخر فيها.